حياكم الله مشاهدينا الكرام. تكلمنا بالحلقة السابقة عن بعض الإيجابيات اللي تحلى فيها القانون الجديد لتنظيم المعارض العقارية لتوضيح الصورة بشكل أكبر وبتنقيح بعض القرارات وبإضافة بعض النقاط على الموضوع. من المتوقع أن ينعكس القرار الجديد بشكل إيجابي على المستثمر والمنظم والشركات العقارية المشاركة في المعرض. حسب ما شفنا وسمعنا من العديد من الناس أن في بعض الشركات اتخذت أساليب عديدة لممارسة بعض أوجه النصب والاحتيال على المستثمرين، لكن هل فعلا كل المشاكل اللي صارت تندرج تحت مسمى النصب والاحتيال، أو أن هناك بعض المشاكل لها تصنيفات أخرى؟ من خلال بوابة المعارض العقارية في شركات دشت ومارست الغش والنصب والاحتيال. تعليقك على هذه الجملة، يمكن وايد يتساءلون في هذه الجملة. هذا التساؤل مع الأسف الشديد قاعدين وايد، وهذا أحيانا يوصل إلى مرحلة اتهام. وإحنا أساسا نكون واضحين ونحط النقاط على الحروف. أولا يجب أن نميز بين شركة عقارية وشركة استثمارية. في فرق. هذه النقطة. هذه نقطة وايد مهمة تستحق أن الواحد يوقف. يعني نبيك تستفيد فيها، يمكن هي يعني منظمين معارض وايد دافعون عنها ويحبون يوضحونها للمشاهدين. بالضبط. أعطنا الفرق بينهم. الفرق، أنا لما أقول لك هذه شركة عقارية، هذه شركة توفر عقار، إما أرض أو بيوت، أبراج، فنادق، عقار تبيعه بسعر وتستلم المستثمر أو المشتري أو المستهلك الصك حق هالموضوع. تمام. أحياناً يكون تايم شير، أحياناً يكون صك حر. هذا موضوع ثاني. شركات توظيف الأموال أو استثمار الأموال، مع الأسف الشديد في الفترة الأخيرة دشوا من بوابة العقار. يقعد في معارض عقارية عنده مجموعة عقارات، يقول حق المستثمر أو حق المستهلك أو حق زبونه يبى استثمر معاي وحط هالمشروع أو في هذه المحفظة العقارية، يستخدم هذا المصطلح، ويقول لك لك مردود سنوي 20-25، بعضهم يوصل 80 في أقل من سنة. وهذا أنت ضده؟ طبعاً ضده، لأن هذا مو عقار. هذا مو عقار. شلون تم ترخيصه إذا ما كان عقار؟ هل الأوراق اللي تقدمت لوزارة التجارة؟ جميع الأوراق اللي قدمناها للشركات هذه قدمناها للوزارة، الوزارة وافقت عليها، علماً بأن هذه الشركات على خبرتنا ان اغلب مبيعاتها مو في المعارض، اغلب مبيعاتها في مقر الشركات. هذا واحد. اثنين، هناك فرق، يعني هذه النقطه الاولى بين الشركه العقاريه والاستثمار، وفي النقطه الثانيه هي الاهم، هناك فرق بين النصب العقاري وبين هناك تعثر المشاكل الإدارية. هذا ايضا هم نقطه، هذا ترى موضوع جدا مهم وجدا دقيق، والناس مع الاسف الشديد يجب ان ينتبهوا له. انت اليوم اذا ان شاء الله الله يكرمك وبغيت تبني بيت، انت عندك مثلا خطه ان خلال سنه تسلم، حتى لو الفلوس بارزه تستلم بيتك خلال سنه. يجيك تعثر من المقاول، المقاول يصير عنده خطا، يتاخر هذا اسبوعين ثلاث شهر، هذا شيء وارد. وارد جدا. بعض المواد تتاخر في السوق، الاسعار تفرق معك. هذا بيت، فما بالك في مشاريع في دول ثانية، مشاريع عملاقة وعملاقة بعضها على 40 و50 دور و60 دور، وبعض المشاريع على 700 و800 و900 يونت. منتجعات كاملة وأبراج كاملة. طبيعي يصير في تأخير، هذا ما يعتبر نصب. متى يكون نصب؟ هذا شنو نصنفه؟ هذا تعثر إداري، مشاكل إدارية. يعني على سبيل المثال، والمختص فيها أتوقع هي المحاكم. وعادة ليش تدخل وزارة التجارة في دور المحاكم إذا كان هذا اختصاص المحاكم؟ هذا الشيء سؤال توجه لهم. انا بصراحه ما ادري ليش تدخلون في الموضوع، يعني شلون تدخلون. يعني على اعطيك مثال، قضيه التعثر، جميع العقود العقاريه لما انت اليوم تبي تشتري من شركه عقاريه في بند يوضح لك تعثر. صحيح. يبين لك انه صار في تاخير لظروف قهريه، ظروف القاهره وغيرها. صحيح. زين، لما العميل او المستثمر يبي يشتري من الشركه العقاريه حلو، يقرا هذا البند، وجود هذا البند يبين حق العميل ترى هذا سوق وهذا بنيان يتأخر، هذا شيء وارد وهذا شيء طبيعي، وهذا جزء من الريسك اللي انت قدمته لما دشيت في هالتجارة ولا في هالاستثمار. صحيح العقار آمن وهو الأأمن، بس هناك في النهاية في بعض الأمور
ممكن بداء العقار الجاهز، انت ماخذ بيمنت بلان مخطط، سعر مخطط غير طبعا بعض في ايجابيات وفي سلبيات. حتى بعض الاحيان في بعض الشركات يعطونك مواصفات اقل، هذه المحاكم طبعا لها دخل فيها، يعني هي المختصه في الموضوع. هذا غير النص. احنا عرفنا المشاكل الاداريه، خلينا نروح للنصاب. النصاب شنو مثال، والله يبعدنا عنهم ويبعدكم عنهم. النصب العقاري ايش يصير؟ ارض مو موجوده، مشروع مو موجود، يوقعك مثلا على سبيل المثال انا عندي مشروع في المدينه الفلانيه في البلد الفلاني، وهذه وثيقه صوره وثيقه الارض، انت تشتري وفق هالموضوع ومواصفات البرج هالكثر وراح نسلمه خلال هالكثر. شو يلقاها بعدين؟ يلقى اصلا الارض مو موجوده او ما يملك او ما يملكها او احيانا عليها شارع وصارت. هذه حالات وكيسز يعني، او هذه القضايا صارت جدا نادره يعني على سبيل المثال اللي يقدم يعني ما مر يعني عدد السوق. جدا قليل. اوراق سوريه هذه حالات جدا شاذه في السوق عندنا، لان الحمد لله سوقنا ترى ممتاز. في تعثر يصير وارد. انا اذكر سنه من السنين سعر الحديد نقص، زين في شركات عقاريه نعرفها وسلمت وكل شيء، ولكن تاثرت بسعود الحديد ادى الى تاخير بعض الامور، تكبدت خسائر، لذلك تعثرت الخطه لين الخطط المدينه. فانت اليوم يجب أن نفصل، وكذلك مصطلح معارض النصب العقاري. أنت مع هالمصطلح ولا؟ ماكو شيء اسمه معارض النصب العقاري. هذه معارض قاعد تجمع كل الشركات وأصحابها ناس محترمين. في بعض الأحيان يكون في أخطاء، هذا موضوع وارد. بس مصطلح معارض النصب العقاري، المعرض شكه في النصب. أنا قاعد أجمع جميع الشركات. إذا كان في شركة تجارة سامحة فيها، إذا كان في شركة نصابة هي الشركة وليس الشركة وليس المعرض، هذا واحد. اثنين، هذه الشركة لما قاعد تبيع مشروع في مشكلة أو في خلل أو قاعد تنصب أو قاعد تعطي عائدات استثمارية بصورة عقار عالية 80 و70، يعني حتى مرة عندي جت لنا مسوقة قالت أنا أعطيك 80% خلال 10 أشهر. صعقت يعني أمانة، يعني هذه ما تصير. زين لما وزارة التجارة تشوف هالشيء هذا المفروض تتدخل، مو تسمح للشركة لما نقدم أوراق الشركة نقول لهم يا وزارة التجارة أنا في النهاية مو جهة رقابية، أنا مو جهة مسؤولة، أنا ما عندي ضبطية قضايا، أنا أروح أقدم أوراقي حق الشركة. وزارة التجارة تقول هذه الأوراق صحيحة 100%. من يتحمل مسؤولية النصب إذا صار أو لما يصير؟ الجهة المشرعة. الجهة المشرعة اللي سمحت ان هذه الجهة تبيع، وهذه الجهة لما تبيع قاعد تبيع في المكتب او في مقر الشركة وتبيع في المعرض. واغلب المبيعات في الكويت خصوصا اذا الشركة مقرها في الكويت اغلب المبيعات تكون في مقرات الشركة، تكون في مقرات الشركة. حتى العميل اذا شافهم في المعرض يحب يتروى ويروح الشركة عادة يعني، وحتى العربون عادة يردونه يعني ما اكو تضارب عند الناس ما بين الغش والنصب العقاري وما بين المشاكل الاداريه اللي تحصل عند المطور العقاري. خلونا نستعرض بعض حالات النصب او الغش العقاري على سبيل المثال للحصر. عقود وهميه، عوائد غير حقيقيه، عقارات وهميه غير مملوكه، افادات شفهيه عكس القوانين، بيع عدد اكبر من العقارات الموجوده على ارض الواقع، عقود ناقصه البيانات. أما المشاكل الإدارية التي لا تندرج تحت مسمى النصب أو الغش العقاري وأيضاً على سبيل المثال للحصر: التأخير بالتسليم، عدم مطابقة مواد التشطيب، عدم مطابقة أسعار العقار في بلد العقار. لجنة العقار لها أثر مهم في مسألة تنظيم المعارض العقارية في وزارة التجارة والصناعة، وأيضاً لها بصمة في صياغة القانون الجديد. خلونا نشوف رأي أهل الاختصاص. نختم معاك بسيد حسين بسؤال أخير، رأيك بأداء لجنة العقار، لأن هي كانت اللجنة المناطة بصياغة القانون الجديد، شنو رأيك بأدائها وبالقانون؟ بداية يحزنني أن هذه اللجنة ما يضم في عضويتها الدائمة يعني عضو دائم يمثل شركات تنظيم المعارض العقارية. ما في أحد يمثل مهنتكم. مهنتنا. في النهاية إحنا جزء من يعني لما تقول شركة المعارض العقارية. كم شركة عقارية
قديمة موجودة بالسوق، نظمت عدد كبير من المعارض، عندها خبرة، دشت في اللجنة بشكل دائم، استأنسوا في آرائنا فقط لا أكثر لا أكثر. يمكن هم الاتحادات، اتحاد العقاري واتحاد سماسرة مثل يعني متخصصين في الكويت، متخصصين في الكويت، وهذا مجال غير مجالنا. اللي يشتغل في الكويت، اللي يبني عقار في الكويت، غير اللي ينظم معرض عقاري في الكويت، غير اللي يبيع عقار خارج الكويت. هذا في النهاية دول مختلفة، قوانين وايد، قوانين مختلفة. يعني على سبيل المثال لما يقول لك ما يصير تبيع تايم شير في المعرض، إنزين، بس يصير تبيعه في مقر المكتب. هاي مفارقة طبعا، علامة استفهام كبيرة. ليش تايم شير سوق عقاري في كثير من الدول في العالم تنظمه، في دول ما تسمح فيه، امنع انك تبيع. اصلا على المعلومات اللي عندنا ان وزارة التجارة يعني تصدر احد التراخيص التجارية من ضمن انشطتها بيع التايم شير. بيع التايم شير اذا وزارة التجارة تسمح في بيع التايم شير كترخيص بشكل نظامي، بشكل نظامي، ليش تمنعه في المعرض؟ ايضا علامة استفهام. هذه هم من علامة استفهام مستحقة. في اكثر من 120 معرض صار بالسنة في خلال العشر سنين اللي طافت. ما كان لكم مطالبات بأنكم تكونون جزء ثابت من هذه اللجنة، لجنة العقار؟ طالبنا والرد. بعد أنت في النهاية عارف النظام شو صاير. تمام. عندك إضافة تضيفها؟ اللي حاب أضيفه إنه في أكثر من 120 معرض تم، معرض عقاري تم في الكويت خلال العشر سنين اللي طافت أو 14 سنة اللي طافت. حالات النصب اللي شرحناها تو، النصب يعني خلال الاستثمار، الاستثمار الأموال أو حالات إن المشروع غير قائم والأرض غير صحيحة، هذه حالات نادرة إن لم تكن يعني تكاد تكون بسيطة. وإحنا في النهاية لما تيصير مثلا على سبيل المثال انباع 50,000 يونت 60,000 يونت عقاري، كان أرض أو شقة أو ظلة أو بيت في العالم، عن طريق معارض العقار أو عن طريق شركات العقار، صار في 50 أو 60 أو 100 مشكلة. هذا مو معناته أن هناك أن النظام أو نظام المعارض العقارية في خلل، لا، هذا معناته أن هناك ثغرة في التشريع أو في الرقابة اللي موجودة عند وزارة التجارة يجب أن تسد فقط. كذلك في نقطة مهمة، أخوي المستثمر، أختي المستثمر، لما تبي تروحين تشتري، ترى في النهاية البيع في عدة أطراف، وزارة التجارة اللي رخصت، المعرض اللي نظم، الشركة اللي باعت، والمستثمر اللي شرى. ترى هذا توقيع، اللي توقع على الفاتورة أنك شريت ودفعت، هذا توقيعك. لما واحد يقول لك راح أعطيك عائد عقاري بهالكثر، ما تسأل، ما تحسبها. لما واحد يقول لك والله أنا راح أبيع لك تايم شير في الدولة الفلانية، اسأل. فالدعوة ان المستهلك سوي كذلك، المستهلك يهاز تدوهز هومر. ما يصير انت تدش المعرض وتبي تشتري ب50 ولا 60 ولا 100 دينار وانت ما تدري شنو قاعد تشتري، ما عندك باك جراوند ممتاز على الموضوع، اسال. علاوة على ذلك، ترى في المعارض العقارية احنا عندنا مقر، مكان من مساحتنا اللي المفروض نبيعها نخصصها حق وزارة التجارة. احنا دورنا قاعد نسوي، واحنا نعين ونعاون، ولكن نعيد واقول سوق المعارض العقارية سوق حر ومفتوح، ولا يملك أي أحد أن يقلصه يقول والله اليوم أنا بحتكر المعرض أو معرضين أو ثلاث أو أصغر عدد المعارض. كل ما تزيد المعارض يخدم المستثمر، يخدم المستهلك، يخدم الشركات العقارية، ويخدم المنافسة الحرة في السوق. هناك بعض المقترحات اللي تساهم في تحسين قانون تنظيم المعارض العقارية وتحسن من أداء وزارة التجارة والصناعة من جهة، وتحمي المستثمر من جهة أخرى، وتعتبر حلول جذرية وليست ترقيعية. خلونا نستعرض البعض منها. أولاً، إنشاء مركز في وزارة التجارة يراقب الشركات العقارية ونشاطاتها في مقراتها وفي جميع وسائل الدعاية والإعلان، وكذلك في حساباتها الإلكترونية على السوشيال ميديا. وفي حالة مخالفة أي شركة لما هو منصوص عليه تعرض نفسها للمساءلة القانونية. ثانياً، إقامة برامج توعوية عن طريق وزارة التجارة من شأنها رفع مستوى الوعي عند المستهلك.
ثالثا اصدار دليل خاص بقوانين التملك في دول العالم معتمد من سفارات الكويت في الخارج. رابعا اعتماد 3-4 مكاتب قانونية لمراجعة الجوانب القانونية المختصة بالتملك والاستثمار العقاري في البلد المرغوب التملك فيه، وكذلك 3-4 مكاتب عقارية أخرى لتقييم العقار المراد تملك في البلد، وتعتمد هذه المكاتب في مواقع سفارات الكويت في البلدان المرغوب التملك فيها. خامسا إلزام شركات التسويق العقاري بعدم استلام أي مبالغ مباشرة وتحويلها إلى حساب المطور بشكل مباشر إلا في حالة وجود كتاب رسمي ومصدق من سفارة الكويت في بلد العقار وموثق بخصوص قبول استلام المبالغ. سادسا عدم رعاية وزارة التجارة والصناعة للمعارض العقارية والاكتفاء بإعطائها الرخصة فقط. هناك تصاريح في الصحف لبعض القيادين في وزارة التجارة تعطي طمأنة للمواطنين غير صحيحة، فمثل ما نعرف بعض الشركات نصبت على الناس في نفس المعارض اللي تم تصريح وإعطاء طمأنة فيها. مساكم الله بالخير. نستكمل موضوعنا اليوم عن عقود الاستثمار. تكلمنا في حلقة سابقة عن عقود الاستثمار ومشاكلها أمام المحكمة التجارية، في حيث أن لما المستثمر يبي يخلي المستأجرين اللي عنده شلون يقدر يخليهم وشلون ينتهي عقدهم، وإذا هو انتهى عقده مع الدولة يعتبر أنه هو يعتبر العقود اللي وقعها كلها أجار من الباطن، والأجار من الباطن ينتهي إذا انتهى العقد الأجار الأصلي اللي هو انتفاع مع الدولة إلى آخره. اليوم هنتكلم عن عقود الاستثمار إداريا ومدنيا. طبعا القضايا الإدارية الله مكثرها بالمحاكم طبعا. ما راح اتكلم عن القضايا الاداريه الشائعه اللي هي تقييم كفاءه، موظف فصلوه، موظف انقلوه، موظف خصومه من راتبه، وطلبه جامعه وطلبه ثانويه وطلبه ماجستير ما عادلوا شهاداتهم. طبعا هاي قضايا وايد منتشره للاسف، التعليم العالي ما قام يعادل الشهادات والناس ترفع قضيه وقضايا تعادل لهم الشهادات الى اخره. وراح اتكلم عن مواضيع التظلم اللي هي 30 يوم و 60 يوم ترفع القضية، هذا كلها في الجانب الإداري مع قضايا الحكومة مع القضايا الفردية. راح أتكلم عن القضايا الإدارية من حيث إخلاء أو من حيث عفواً سحب تراخيص القسائم الصناعية. القسائم الصناعية طبعاً شلون واحد يعطونا قسيمة صناعية؟ ماكو أحد يملك القسيمة هذه، هي كلها عقود انتفاع مع الدولة. اللي الدولة توقع مع عقد انتفاع يكون انتفع بقسيمة، انتفع مصنع، أياً كان. بعد الخطوة الثانية راح يسوي ترخيص تجاري عشان يقوم في نشاط تجاري، هو كان نشاط تصنيع، نشاط تجارة، شركة عادية إلى آخره. فلما تجي الدولة أو الوزارة المعنية تسحب الترخيص هذا، شنو هني المنتفع بالقسيمة يقدر يسوي؟ هل يرفع دعوة تجارية، يرفع دعوة مدنية، يرفع دعوة تعويض؟ لا، يرفع دعوة إدارية، لأن هذا يعتبر قرار إداري. قرار إداري تختص بنظرة المحاكم الإدارية وفقاً للبند الخامس من قانون إنشاء المحكمة الإدارية. يرفع دعوة إدارية طبعا يتظلم، ويرفع دعوة يطلب إلغاء القرار هذا لأنه صادر تعسفي، عيب استخدام السلطة، في عيب شكلي، في عيب اختصاص إلى آخره. طبعا إذا المحكمة شافت أن القرار هذا معيب وفي تعسف استخدام السلطة أيا كان من عيوب القرارات، تلغي وتعوضه وترد له القسيمة هذه. إذا شافت لا والله أنه هو مخالف يستحق سحب ترخيص، راح ينسحب منه ترخيص وما راح يرجع. مثل ما صار إذا تذكرون سابقة صارت لنا هنا بالكويت قبل سنة أو سنتين، سحب تراخيص إحدى الجرائد الكبرى المعروفة هنا بالكويت. طبعا كانت قسيمة صناعية وفيها حق انتفاع، والقسيمة هذه عمل فيها ترخيص جريدة وتم سحب الترخيص منها ومشت دعوة إدارية بعدين. هذا بالنسبة للشق الإداري. مدنيا أذكر لكم إحدى الحوادث اللي مرت علي. يوني عائلة عندهم شاليه، أمهم وأبوهم توفوا، الشاليهات يعني من النظام القديم لنظام حقوق انتفاع، مو الشاليهات الحين الجديده اللي فيها تقدر تستخرج وثيقه. مختلفين على الشاليه، يبون يقسمونه ما بينهم، ثمان اخوان هم، كل واحد يقول لا انا ابي الدور الثاني، انا ابي اللي طلع على البحر، انا ابي البلكونه، انا ابي الصاله على البحر، انا ابي العرزاله الى اخره، كل شيء تهاوشوا عليه. فاختلفوا صاروا فريقين، رفعوا دعوه في المحكمه، والله شنو نبي؟ نبي فرز وتجنيب الشاليه، يا اما تقسيمه يا اما بيع بالمزاد، مثل ما صار في موضوع البيوت اذا كنتوا تذكرون لما تكلمنا عن قسمه العقار بين الورثه والاخوان، شلون اذا يبون يبيعون بيتهم يقسمونهم. هنا انا قلت لهم لا، الدعوه هذه راح تخسر. ليش؟ لان هذا عقد استثمار، عقد انتفاع عفوا، مو عقد ملكيه، انت ما تملكون الشاليه هذا، هذا الدوله معطتكم اياه مقابل سعر رمزي اللي هو عقد انتفاع او عقد الاجار ايا كان اسمه بالقانون. بالنهايه اثنينهم نفس الغرض، فانت شيء منتفع فيه، انت شيء مأجره ما تملكه، شلون تقسمه؟ تبي تقسمه بالطيب، كل شيء بالطيب ينحل قلنا،
بس تبي تقسمها رسمي عن طريق المحكمه، المحكمه ما تقسم لك اياها وتطلع بكل قسم وثيقه، لان هذا انت هذه الارض انتم ما تملكونها، عشان كل واحد يملك منها وثيقه، فانتم بس ما عندكم الحق انتفاع، تقدرون تسكنون فيه، تقدرون تقسمونه براحتكم بالطيب، بس انه بتبيعونه بشكل رسمي عن طريق محكمه وبيع مزاد ويطلع فيه وثيقه، هذا الشيء ما يصير، لان الشيء هذا محصور على عقود الملكيه ومو على عقود انتفاع، فالشاليه عندكم انتفاع مو ملكيه. طبعا ما صدقوا الحكي هذا، قالوا انه كل البيوت تنباع المزاد، والمزاد كل يوم في كل الاشكال والالوان. قلت لهم كيفكم، رفعوا القضيه، راح تاخذ رفض، والاستئناف راح يأيد رفض تأييد، وما راح ينباع الشاليه. يعني هذا القانون فيه شغلات مو منطقيه، اوكي احنا نقدر نبيع الشاليه بس ودي ما نقدر نبيع عن طريق المحكمه. اي هذا اللي حاصل، اصلا اللي حاصل اسمه مو بيع شاليه، هو اسمه ان هو الناس تداولت ان فلان باع شاليه حق فلان، فلان باع شاليه حق علان، وهو مو بيع شاليه، وهو مسمى العقد الصحيح هو تنازل عن عقد انتفاع بمقابل، هذا جائز بالقانون ما في عليه خلاف. يعني هذا عقد انتفاع بينك وبين الدوله، ابي ادش انا مكانك بالعقد هذا واشيل اسمك، كم تدفع لي مقابل كذا، فالناس صارت تسميها بيع شاليه. فيعني بس المشكله كانت في الموضوع مجرد قله ثقافه قانونيه، فان النصيحه لكم ان المواضيع هذه حاولوا تحلونها بدون لا تلجؤون للمحاكم، لان اكيد الحل الودي راح يكون اسرع وراح يكون انفع والكل راح يستفيد منه والوقت يكون اقل. فهذا هذا كان موضوع حلقتنا اليوم عن عقود الاستثمار الاداريه والمدنيه، ان شاء الله نشوفكم الاسبوع الجاي في موضوع عقاري مختلف. من المؤكد ان لكل مشكله حل، يهتدي اليه من اهتدى ويعجز عنه من عجز، لكن هذا مو معناته ان نربط ايدنا ببعض ونقول شوفوا احنا مكبلين. حاول أن تنظر لأي معضلة بمنظور واسع، طلع نفسك من المكان اللي أنت فيه وحط شخص ثاني مكانك وعيد النظر والتفكير مرة أخرى، راح تلقى إبداعاتك اشتغلت والحلول بدأت تنطرح أمامك. بعض الناس دائماً يشوف بعيد وينسى أن الحل موجود عند ريوله، والبعض الآخر يطالع عند ريوله وما يكلف خاطره يطالع أبعد شوي. نظرة شمولية لأي مشكلة راح تعطيك العديد من الحلول إن شاء الله.